بهدف تشكيل فريق وطني متخصص في تيسير وإدارة جلسات الحوار، أقام المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا دورة تدريبية لمدة 3 أيام في الوحدة السكنية في برزة، موجهة إلى 71 مشاركا ومشاركة. الهدف من هذا التدريب هو تنمية المهارات، البناء الفكري للمشاركين ولطلابنا، بالإضافة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية والمساهمة بالتنمية المستدامة من خلال الحوارات والمشاريع التنموية اللي نحن عم ننفذها. هذا الفريق بنقلنا أنه هو من كل المحافظات السورية، حيكون معنا بمشاريعنا القادمة الحوارية. قلنا نحن كاتحاد وطني طلبة سوريا باع طويل بالحوار، بتراكم الخبرة وتطوير الأداء عم نشكل هذا الفريق لندخل لجلسات حوارية مثالية، لنحصل على مخرجات حقيقية. كنا مركزين على 4 عناوين رئيسية، وأنا بعتقد أنه هن 4 عناوين مهمين كتير لحتى يكونوا هدول الأشخاص متمكنين وقادرين ليقودوا هاي الجلسات. من أهمها مهارات التيسير، مهارات التدوين، مهارات التواصل، ومهارات الحياة، بالإضافة ل من كتير من التقنيات اللي بيحتاجها المحاور ليدرس بيئة الأرض اللي هو موجود فيها. التدريب تركز على مهارة التواصل وتيسير جلسات الحوار وتدوينها وتكريس الحوار كثقافة مجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. الدورة بتأهل مجموعة من الشباب والكوادر الطلابية لتكون ميسرين بعملية الحوار في القطر العربي السوري، لتكليفنا بمهام معينة بأماكن معينة لحتى نقود عملية الحوار يلي هي هلأ أساس العملية الموجودة بالبلد. حبيت كتير فكرة الدورة وحبيت أني ساهم فيها، بحيث كون فرد فعال بمجتمعي قدر أثر عليه، قدر أثر نرمم مخلفات الحرب اللي عم نعاني منها هلأ. شاركت بهي الدورة لأنه حابب صير ميسر لجلسات الحوار. نحن بنعرف أنه بعد الأزمة اللي صارت عنا بالبلد صرنا بأمس الحاجة للحوار. ثقافة الحوار بحاجة لأنه كلياتنا نتقبل بعض ونسمع بعض. هدفنا أنه نحن نذهب لكل البيئات على المجتمع السوري ونحاول نجمع منهم بيانات ومعلومات لنشوف شو هي الصعوبات أو شو هي المشاكل عم يواجهوها، ونحن نجمع هي المعلومات ونرفعها للدولة أو للجهات المسؤولة لتحاول تلاقي حلول لهالموضوع. الدورة تهدف إلى العمل على البناء الفكري وتطوير المهارات، إضافة إلى نشر ثقافة الحوار وتعزيز المشاركة الشبابية والطلابية في جميع القضايا التي تخصهم.